أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في إطار هذه المتابعة التي تقدمها لحضراتكم القاهرة الإخبارية لورشة العمل السودانية التي تستضيفها العاصمة المصرية في محاولة لوضع منبر سوداني يخلق قدرا أكبر من التوافق الداخلي بين المكونات السياسية السودانية، ما يزيد على 35 حزبا وتيارا وكيانا سياسيا سودانيا ينخرطون في نقاشات وفي جلسات عمل متتالية للوصول إلى هذه الحدود، ولو كانت حدودا دنيا من التوافق الداخلية. السيد محمد لامين ترك رئيس نظارات البجة والعموديات المستقلة يحل معنا ضيفا في هذه المقابلة. أهلا وسهلا بحضرتك حضرتنا. السلام عليكم، نحييك ونحيي قناة الأخبار المصرية، الأخبارية المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك. كيف تمضي النقاشات فيما يخص القضايا التي تشغل بال السودانيين وعلى رأسها مسألة التحول الديمقراطي وإنضاج العملية السياسية بشكل أكبر من السلاسة؟ أولا أسمح لي أن أشكر جمهورية مصر العربية على رأس الرئيس وشعب مصر حكومة وشعبا لهذه الاستضافة ولهذا الاستقبال ولهذا الكرم، وأيضا همهم الكبير بقضية السودان ككل. ونحن حقيقة منذ وصولنا في هذه القاعة حقيقة تمنينا أن يكون معنا أيضا الإخوة الذين الآن نختلف معهم في مسألة الاتفاق الإطاري، تمنيت أن يكونوا جزء من هذه الورشة لأنه هذه الورشة تسير بصورة طيبة جدا، وحقيقة حوار خالص سوداني. وحقيقة مصر استضافت هذا الحوار دون أي تدخل الآن، ونحن نشكر على هذه الاستضافة وهمها بقضية شرق السودان والسودان ككل. من تحدثوا إلينا كان الحديث مرتبط بإنتاج بعض التفاهمات المرتبطة بالحدود الدنيا من التوافق حتى يمكن الحديث عن خطوات بناء ثقة من مختلف الأطراف، ما الذي جرى التوافق بشأنه ولو كان مرتبط فقط بحدود دنيا من التوافق؟ نحن أصلاً يعني أنا أعتقد أنه نحن كسودانيين أو الشعب السوداني لا يختلف أن يكون هنالك فترة انتقالية سلسة ويكون بعدها انتخابات حرة يشارك فيها كل السودانيين، وأنا أعتقد أن الفترة الانتقالية لا يمكن أن تدار عبر أحزاب لأن الفترة تحتاج حقيقة لحكومة تصريف أعمال لتهيئ البلد لانتخابات حرة ونزيهة، ولذلك تحتاج لكفاءات ليس مستقلة وليس حزبية حتى نخرج من هذا البلد إن شاء الله إلى بر الأمان، وحتى نمضي بخطوات ثابتة تنتهي بها الفترة الانتقالية إلى انتخابات حرة يشارك فيه كل الشعب السودان ليقول في كلمته عبر الصناديق. مسألة حكومة مدنية، حكومة كفاءات تكنوقراط ليست منتمية لأحزاب أو تيارات أو لا تقوم على المحاصصة الحزبية، هذه مسألة موضع توافق ولا فيها أيضا مساحة أكبر من النقاش في الفترة المقبلة؟ نحن في هذه الورشة نتفق على هذا لأننا نرى أنه هنالك لا يمكن أن تكون الحكومة حكومة حزبية ولا مخصصات حزبية، لأنه الفترة تحتاج حقيقة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، ولا يمكن أن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة الآن لو تمت إدارة الفترة الانتقالية عبر حكومة مخصصات حزبية. فلذلك لتحقيق لرغبة الشعب السوداني في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة نحن نتفق هذه المجموعة التي وصلت مصر في هذه الورشة أن تكون هنالك حكومة كفاءات مستقلة. لكن هذه الفترة هي فترة نشاط حزبي لأحزاب ولتيارات ولكيانات على مدار السنوات الماضية، هل سيكون من اليسير على هذه الأحزاب أن تتقبل أنها ستحيد وستبتعد عن هذه المرحلة بالكامل حتى إجراء الانتخابات المقبلة؟ نحن أصلا حقيقة أولا يعني الخلاف الذي حصل والتعقيدات التي دخلت في البلاد وكذلك الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها القوات المسلحة في 25 أكتوبر كان هي حقيقة كل التشاكسات والتشاحنات التي كان سببها هي المخاصصات الحزبية في الحكومة الانتقالية. فلذلك نحن يعني نصف قرارات 25 أكتوبر من نصفها انقلاب، ولكننا نحن المجموعة التي ترى أن تدار الفترة الانتقالية عبر حكومة مستقلة كفاءات مستقلة ترى أن 25 أكتوبر هي تصحيح للأوضاع وليس انقلابا. فلذلك استغلت مجموعات بأنه
مسألة الانقلاب والانقلاب على الفترة وكذا، وحية حرضت بعض المجتمع الدولي وكي يتخذ هذه الإجراءات التي اتخذها لخنق السودان اقتصاديا وعدم التعامل مع الإجراءات الاستثنائية. فلذلك نحن الآن نرى أنه أيضا إذا كان الاتفاق خلاف نحو الاتفاق الإطاري أيضا هو يريد أن يعيدنا إلى ما قبل 25 أكتوبر، ونحن نقول أنه 25 أكتوبر جاءت بعد الخلافات بعد الأزمة، ونحن الآن نريد لا نعيد هذا السيناريو مرة أخرى، ونريد أن نتفق جميعا كسودانيين لمرحلة نتوافق فيها على حكومة كفاءات مستقلة دون مخصصات حزبية، وإن تتفرق الأحزاب لبناء أحزابها، وإن تكون تشارك في صناعة المفوضيات الانتخابات وقانون الانتخابات والمفوضيات الأخرى مفوضية الفساد وغيره. طيب، هذه المسائل التي قد تكون مهيئة لإجراء الانتخابات المرتبطة بمفوضية الانتخابات بقانون الانتخابات بقضايا النازحين بالإحصاء الدقيق الأمين الذي ينظم هذه المسألة، هذه كلها قضايا ستترك للحكومة التي يفترض أن تشكل ويعهد إليها بـ24 شهرا، ولا على الأحزاب والتيارات التي أنتم جزء منها أن تتدخلوا أيضا في هذه القضايا؟ نحن نفضل أنها تترك للحكومة، حكومة الكفاءات المستقلة، ونحن ندعم بإطوارها لا تكون حزبية، ونحن كأحزاب وكتيارات ندعم هذه الحكومة لتحقيق هذه الأغراض. سيكون يسير على حكومة تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب والسياسيين أن تنجز هذه المهمات الكبيرة؟ أكيد، لأنه نحن حقيقة حاجة الحكومة حريصين جدا أنها لتجد توافق وثقة الشعب السوداني، وأيضا الشعب السوداني يكون داعم لبرامج هذه الحكومة عشان تحقق هذه المهمة. أنا لا يمكن أن أكون مع رئيس نظارات البجة والعموديات المستقلة ولا أسأل عن بورت سودان ولا أسأل عن شرق السودان، كيف تمضي الأمور على المستوى الأمني على المستوى المعيشي، وإذا كان قد جرى التطرق لشرق السودان في هذه الورشة؟ قضية شرق السودان قضية معروفة، وشرق السودان منذ عام 58 أعلن حزب مؤتمر البجا كحزب مطلبي، وأيضا هذا الحزب حقيقة كان شارك في انتخابات ونال عدة دوائر، ولكن الانقلابات يمكن التطورات في الانقلابات العسكرية 69 مايو وغيره و 58 نوفمبر لم تفتح المجال أمام الأحزاب، ولكن نحن بنفتكر انه حزب مؤتمر البيجا كان اخر انتخابات 86 نال بعض الضوائر، وايضا مؤتمر البيجا حمل السلاح في التسعينات عندما تاثرت حقيقه مطالبه التي كان يطالبها بالصوره التي لا يريد فيه حمل السلاح، وبعده تم اتفاقيه اسمره، ونعتقد انه ايضا بعد اتفاقيه اسمره جاء مسار جوبا، ونحن كنا بنعتقد أن اتفاقية أسمرة لم تنفذ بالحسب المطلوب، وأيضا جاء مسار جوبا ونحن اعترضنا لأننا لن نكون فيه جزء ولن نشارك في هذا المسار، وحقيقة حصلت خلافات كبيرة جدا، ولكن الآن من قادة مسار جوبا ونحن قد نتفق الآن بخلق منبر تفاوضي لشرق السودان حتى ينال شرق السودان حقوقه، والنخب الخرطوم الآن التدير الإطاري لا تعترف كثيرا بقضية شرق السودان، بل تريد أن تدير قضية شرق السودان نيابة عننا، وهذا ما نرفضه الآن نحن. والآن حقيقة ستناقش الورشة واحدة كقضايا الآن قضية شرق السودان حتى يتم التوافق إن شاء الله على منبر منفصل لشرق السودان. شكرا جزيلا لك سيد محمد الأمين. شكرا، تحية لك. كان هذا إذن لقاءنا مع السيد محمد الأمين ترك رئيس نظارات البجة والعموديات المستقلة، وهو أحد المشاركين أيضا في ورشة العمل التي تنظم كمنبر سوداني سوداني لبحث القضايا الخلافية وتقريب وجهات النظر كمنبر سياسي سوداني سوداني، كما يؤكد دوما المشاركون في فعاليات هذه الورشة.